معهوش. هي الكلمة دي تبقى أنا يا حبيبي ملكة جمال الناس. أنت هتقولي حاجة تتصدق، ملكة جمال القلقاس، ملكة جمال الناس إزاي؟ رقاصة رقاصة جاتك شق بطنك. ما تيجي هنا وأنا أحبك عشان أعيش على حسك. ما كفاية بقى يا عم، ما كفاية هتموت حد فينا بعمرانتك وجمالك اللي انت فيها دي. خلاص يا انت عيونك كلها سكسي جدا. خلاص يا عم انت، انا ناقص افتح التلاجة لقيك طالع لي بتعمل لي كده من الفريزر. ما كفاية دي يا حبيبي رقاص. ميجو 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 يا فرحة امك بيك يا راجل. روح كد يا راجل، دوح كده تشق بطنك وخلاص ايا كان النوع. العيب مش عليك، العيب عداية اللي سلتتك كده وشدتك بدل ما كانت اديتهم لك كده طبل، كانت رميتك تحت رجلها واتنططت عليك. كن جنبك كفاية بعد حبيبي والله ما انا سايب. ايه يلا الضوافر دي ياض؟ يا بص ضوافر عاملة ازاي، دايس عليها القطر. بص بص يلا دايس عليها القطر بجد يلا. انت لو حفافة ضوافرك مش هتبقى كده. وفعلوا كلام في كلام، انا سيدك وست ابوك وتعب على اللي خلفوك. يا ذاكر يا ذاكر، بتدي مثال حازم للرجوله. يا فرحه المره اللي جابتك بيت، والدايه اللي كانت نفس الدايه اللي شدت فخوره بقى. المره دي بقى الدايه فخوره بيك. بس خلي بالك احنا ضحكنا عليك في ثانيه كده من اول شفنا فيها كل حاجه. انت بتحارب ببنطة كام ابويا؟ معلش عشان نبقى عارفين يعني. وبعدين ركب البنطة يا اخي، ركب البنطة عشان تبقى واقعي شوية. عايزة دول. هي حاجة واحدة. لا مش حاجة واحدة، انا عايزة دول كلهم. طب اللانشون ده بتعمل بيه ايه؟ عايزة كل لانشون. ما تجيب لها اللانشون يا عم، ما تجيب لها اللانشون. في ديدان جوه، في تعب حلش جوه هنا بياكل، فغزوه يعني علشان بروح ومسؤول منكم برضو. ايه ده فايت ايه فايت ايه؟ كنت فين من بدري؟ ماشي طريق السلامة انت يا مطريسة. في رعاية الله، في رعاية الله، مع السلامة. لا اصحى يا كارفة، ده انا جامدة وانت عارفة. جيني ولا صعب جدا تلمس. انا العبيط اللي معايا العبيط اهو. كنت كسبتين واكسي عليكوا على اللي جابتك. بصوا عشان جبت اخري، ده الانستجرام بتاعي. تدخل تكتب فوق في السيرش في الانستجرام مو سامي 15 هطلع لك، هتلم شويه فيديوهات زي العسل كده وتبعتهم لي عشان نخش في اللي بعده على طول. وحاجه صغيره كده كنت عايز اقولها، الناس اللي دخلت سالت عليا في الفتره اللي انا كنت تعبان فيها، بجد 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 ربنا ما يحرمني منكم. ويعني سؤالكم عليا ده خلاني يعني اعدي الفتره اللي انا كنت تعبان فيها دي بسرعه. بجد بجد شكرا ليكم كلكم.